طبعا هذا المكان الذي نتواجد فيه وتتواجد فيه طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة تعرض إلى عملية استهداف قبل وقت قصير جدا، وحينما تحركت الطواقم رأت العجب العجاب حقيقة. مربع سكني مكون من أكثر من 50 منزل في هذا المربع، وحسب إفادة المواطنين وأهالي الحي نتحدث على أن هذا المربع مأهول بشكل كبير من السكان ومن النازحين. تم استهدافه بأكثر من 10 قنابل أسقطتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المربع. طبعا نتحدث عن مئات الشهداء. المربع يوجد بداخله أكثر من 1000 مواطن. تعاملت الطواقم مع الكثير هنا، لكن للأسف الشديد حسب إفادة طواقمنا أيضا أنهم لم يتعاملوا مع جرحى بالشكل الكبير، وهذا يدل على أن كل من كان في هذا المربع قد استشهد. أعداد كبيرة من الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض. نتحدث عن أكثر من 300 شهيد هنا في هذا المكان. أين الضمير العربي وأين الضمير الإسلامي من هذه المجازر التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في غزة؟ ولذلك حتى قضية انتشال الشهداء من هنا من هذا المكان بالنسبة لطواقم الدفاع المدني هي أمر في غاية الصعوبة، لعدم توفر الإمكانيات ولعدم توفر الحفارات ولا الجرافات، كلها استهدفها الاحتلال الإسرائيلي. متى ستستفيق الأمة ومتى سيستفيق العالم من هذا الصمت العجيب في ظل الحرب المجنونة على غزة؟